محتاج الفترة الجاية. أنا يمكن عملنا مداخلة امبارح مع محمد صبحي، وأنا اتكلمت معاه وقلت له النادي اللي عملك، النادي اللي وقف معاك، النادي اللي كبرك، اللي خلاك أحسن حارس مرمى في توقيت معين، وكنت الحارس رقم واحد في المنتخب الأولمبي، اوعى تنسى خير النادي عليك. وهو كان رد فعله في منتهى الاحترام، قال أنا تحت أمر النادي واللي يؤمر به النادي. هو ده 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 المفروض، يعني ده المفروض هو اللي يقوله، قاله فعلا امبارح. عندك يبقى انت بتتكلم دلوقتي عواد، مش هتقدر تستغنى عن عواد، وكمان معاه صبحي، لكن يبقى في رضا في مع الاثنين. يعني يعني يبقى في، يعني عايز اقول ايه، حارس المرمى والمهاجم مفهومش عدل. صح، مفهومش عدل. اللي بيلعبوا وماشي، ومثل ما هو زي بتكلم على شوبير والشناوي. انا كنت جاي لك فيها دي، يعني الشناوي فين وشوبير فين؟ دلوقتي شوبير طالع انت بتبقى حيران، انت شايف مين اللي رايح للمستقبل وهتعتمد عليه، وشايف احسن حارس مصر، احسن حارس مرمى في مصر، هتروح مع مين؟ ده كابتن فاروق لخصتها بسهوله جدا، رغم ده كان هيبقى سؤال ليا، واقول لك ان حاسس ان الاثنين مظلومين. فانت قلت لي المركز ده ما فيهوش عدل. ما فيهوش عدل، انه فعلا زي ما حضرتك بتقول ان شوبير في افضل احواله على الاطلاق، شناوي هو ما طلعش من الملعب عشان وحش، ده طلع من الملعب عشان مصاب، اجمد واحد خلاص، هو هي الكوره كده. فانت ما حدش بيلعب ما حدش بيلعب الا الصدفه. ايه هي الصدفه برضك؟ عشان يعني الناس اللي شايفانا، الصدفه لا، اما جات لي اصابه عطلتني، مش موفق عطلتني، عندي مشاكل عائلية أو نفسية خرجتني من التركيز، عندي مشاكل مع زمايلي اللعيبة، كل ده، أو أنا خدت طريق وحش في حياتي، فكل ده بيعطلني يبعدني، فلازم حد هيطلع اللي يركب ده. خلاص أنا اللي عملت كده، وأنا اللي حطيت نفسي نمرة 2 ونمرة 3 وأقعد أمرمط نفسي عشان ألعب. ما بس إلا الإصابة، يعني الحاجات اللي حضرتك قلتها دي كلها، دي حاجات انت اللي اتدخلت فيها، لكن الاصابه دي قدريه، عشان كده بقول لك في قصه الشناوي. لا انا بتكلم على الاسباب كلها، الاسباب بس. اقصد ان انا مثلا انا بحط نفسي مكان الشناوي، اقول لك ايه، والله يا كابتن فاروق انت مدربي، اقول لك والله يا كابتن فاروق انا ذنبي ايه، انا سايب الملعب وانا احسن حارس في مصر، فرجعني. دي تقول لي ما هو برده مصطفى شوبير ماشي بشكل كويس، لو قعدته هيبقى حرام برده وظلم، وهو ماشي كويس روح ما قعد. في الحالتين حاجه، هو برضك الشناوي عنده من الخبرات ومن الذكاء ان هو يتعامل مع الموقف ده. هو زي ما انا بتكلم على حارس المرمى، المدير الفني ما بيجي يحط حاجتين في الكوره، في حاجه اسمها الخط الطولي. يعني حارس مرمى، لعيب ارتكاز، مهاجم، الثلاثه دولت ما حدش يلعب فيهم. يعني ما حدش يلعب فيهم، بمعنى ان انا عندي رقم واحد حارس المرمى كويس، خلاص يفضل يلعب، ما خلاص كويس، يعني ليه همشيه طب عندي لعيب ارتكاز، اللعيب الارتكاز ده راجل، ده هو اللي بيحضر كل شيء في الملعب، بيدافع كويس، بيهاجم كويس، بصير كويس، بيستلم ويسلم كويس، الاداء الحركي بتاعه كويس، فبيعمل لك شغل وانت بتبني عليه ان انت تجيب هدف، وانت بتبني عليه ان ما يجيش فيك هدف، فده بيبقى لعيب اساسي ما تجيش ناحيته. تالت واحد المهاجم. المهاجم بقى في مدربين يستعجل يقول لك ده مش موفق، ده مش كويس، يوم لاعب البديل، والبديل ما يبقاش يوصل للمرحله بتاعه المنافس. المنافس اللي هو اللعيب الاساسي اللي بينافسه، اللعيب اللي هو بقى عنده الثقه وعارف يلعب على خطا مدافع، عارف يعني ايه التايمنج بتاع الحركه، عارف قد ايه يعمل تكف على الكوره، هيشوط امتى، هيعمل دبل باص امتى، هيلعب على خطا مدافع باتنين مدافعين مش واقفين على اتنين واقفين على خط واحد، يوم جاي واقف في نص، يوم معدي يقدر يجيب هدف. فده دولت بيبقوا عندهم خبرات خاصه بيهم، الخبرات بالمكان ما تقدرش تلعب فيه، الا بقى لا قدر الله في اصابه، في حاجه تبعده. وعشان كده دايما التلات مراكز دولت هم اشهر تلات مراكز في الملعب، اشهر تلات مراكز في تاريخ الكوره في اي كاس عالم. يقول لك امسك كاس العالم بليه، بيكن باور في نص الملعب، اي صح، التاريخ كله هتلاقي على الثلاث ارقام دولت او الثلاث مراكز دول. فانت دايما كلاعب كوره بقى انت لازم تحافظ على نفسك، تقعد تقاتل، ما يبقاش المنافسه تخلي الفرق بينك وبين اللي رقم اثنين كبير، ما يبقاش قريب منك، حافظ على نفسك من الاصابه، لا قدر الله يعني وجات لك اصابه، يعني
مش معلومه او مش يعني محدش متوقعها خلاص يبقى ده قدر. لكن انا شايف ان احنا الفتره دي في اجيال طالعه، والاجيال اللي طالعه في الاهلي وفي الزمالك الاجيال، عشان كثافه الاجيال واللعيبه الصغيره في الملعب ما شايف انت كوره كويسه حلوه، مفيش كوره ممتعه. صح. ليه؟ انا قاعد بفكر عايز العب. صح. فالمدرب بيقول له قاتل اعمل، فقلب الفنيات والموهبه والمهاره والبتاع لقوه وعنف يعني زي ركي. ده بديل طارق، ده بديل مثل ايه يعني لعيب نص الملعب، يقول لك ده مثل بديل طارق في نص الملعب، ده بديل مثل النني، ده بديل. لا، عايزين لعيبه شخصيه جديده بتلعب بتأدي نفس الاداء، لكن بيبقى عنده المهاره، يعني بيبقى عنده الموهبه. ان دلوقتي الكره ما بقتش عنف، يعني اللعيب المصري دلوقتي بيزيد عدد اللعيبه اللي بيحترفوا بره، عشان بيتكلم عن موهبه، تكون الموهبه اللعيبه المصريين موهوبين، لكن مشكلتهم عدم اكتشافهم. ما واحد بيكتشف او مدير فني او لجنه فنيه بتكتشف اللعيب، بتقدر هو لو عنده وكيل لعيبه او هتلاقي انديه بتجري وراه. يعني دلوقتي كل سنه هتلاقي الدول العربيه قاعده بتنشن على لعيبه مصريين. صح. الدول في اوروبا ما كانش عندنا لعيبه في اوروبا دلوقتي. من ايام احمد حسن وعبد الظاهر السقا وكان في مجموعه من اللعيبه يعني. طبعا انا لو ناسي لا، وقبلهم كمان الكابتن حسام وابراهيم وهاني رمزي وهاني رمزي ودول كانوا موجودين. صح. في اجيال بقى طالعه هم اصغر منهم، فهتبقى المساحه عندهم اكتر. صحيح. ان هم يلعبوا ويكتسبوا خبرات، وانت تستغلهم كمان، او انت هتستدعيهم مع المنتخب. مظبوط. فلازم يبقى الافكار من 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 لجنه فنيه. لكن الافكار من واحد مثلا، مع احترامي، ممكن ما يكونش لعب كوره، اتفرج على كوره كتير وبتاع، اللي بيتفرج غير اللي بيشتغل في الكوره.